بيان المرجعية كل التوقعات تقول إنه راح يدفع فعليا المواطنين نحو صناديق الاقتراع، يعني حتى اللي كان متردد أو اللي كان ربما نوعا ما عنده نوع من المقاطعة على سبيل المثال. لكن البعض يتوقع إلى أنه هذا الدفع ما راح يصب بصالح الكتل التقليدية اللي هي موجودة واللي هي حصدت يمكن مناصب في الدورات البرلمانية السابقة. اليوم هذا راح يتقاطع مثلا مع تيار الحكمة أو أيضا مشروعكم الانتخابي الجديد وتحالفكم الجديد أيضا. كيف تقرؤون هذا الموضوع؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين، وحيك أخي الكريم وضيوفك الكرام وشاهدي قناتكم الأعزاء. نعم. إذا تسمح بالبدء بعض الملاحظات على ما تحدث به جناب الدكتور بسان العطية. نعم. في الحقيقة يعني هنالك ورد في كلام جنابه بعض المغالطات. أخي الكريم تحدث عن مسيرة المرجعية الدينية في العراق وكأنما مرجعية متخلفة، مرجعية منعت الناس من التعليم، منعت الناس من الوظائف، منعت الناس من الدخول بالحكومة. للأسف هذا خلط الأوراق شيء خطير، وهنالك بعض المتخصصين في مشؤون المرجعية، ولا أحد جناب الدكتور هو من المتخصصين في هذا الشأن، فأرجو أنه لا نخلط هذه الأوراق. المرجعية نعم في فترة من الفترات بسبب الظلم الذي تعرضت له الطائفة الشيعية في العراق وإبعاثه عن كل يعني مفاصل الدولة العراقية منذ نشأتها للأسف الشديد، وهنا جاء بكلام الجناب الدكتور أنه البعض تعرض، لا الجميع وخصوصا الطائفة الشيعية تعرضت إلى الظلم الكبير والاضطهاد والتفجير وأقصى ما يستخدم الطغاة تخدموه في العراق. طيب. هذا واحد. المرجعية لم تمنع أحد من التعليم إطلاقا، نعم هي انكفأت في قضية التوظيف. طيب. وكانت تعتقد أنه طيب. لا تعطي الشرعية الى تلك الحكومه. استاذ علي هاي نقطه يعني راح يوضح استاذ غسان ايضا لما يقصده، لكن انا سؤالي الى انه اليوم توصيات المرجعيه ورسالتها انتم كيف تقراوها؟ راح تصب في صالح القوه التقليديه لو لا؟ تفضل. اجاوبك حبيبي اثنين، انا المرجع الاعلى تورط في كثير من الامور وهو الان نازم عليها، واعتقد استاذ غسان غير دقيق بهذا النقل، ولم يثبت لدينا ان استاذ غسان هو ناطق باسم الحكومه العراقيه باسم المرجعيه. المرجعيه لديها ادواتها ولديها من يتكلم باسمها، واستاذ غسان بعيد كل البعد عن هذا الشيء. ادعاء من يلتقي والمرجع الاعلى يلتقي كل الاطراف وهو لديه ابويه لجميع العراقيين. فبعض اللقاءات التي يتشرف بها البعض مع المرجعيه الكريمه ارجو ان لا تجير، وكأنما المرجع ما عنده ادواته ولا عنده كذا، ويشوف بعض الاخوه الكرام مع احترامنا وتقديرنا لشؤونهم وان يشكيله وانا خطأت، اين الدليل على هذا الكلام؟ هذا ادعاء ما إلى وجود. مو كل واحد يطبع المرجعيه ياخذ صورتين هناك يعتبر نفسه هو متحدث والمرجع الاعلى شكاله. طيب. انا خطأت عندما طيب يعني استاذ علي حتى نستثمر الوقت لو سمحت، يعني حتى ايضا نعطي مجال استاذ غسان فيما بعد ويوضح ما تفضل به وايضا نقاطع اعتراضك.